أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزهار نيسان بالعينين أحضنها أحنو عليها وفي شدوي أناغيها ما إن أراها تزين الحقل مائسة بين النبات على أعوادها تيها حتى أقول تعالى الله مبدعها يا رب سخر عميم الغيث يسقيها. أزهار نيسان هل تدرون ميزتها؟ هذا المعلم بالإخلاص يرويها. صباحكم حمد وثناء، صباحكم حب وعطاء، صباحكم لا ككل الصباحات، ونهاركم يزهو فخرا بين كل النهارات. الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على صاحب الفضل والطيبات، معلم البشرية وهادي البرية. نقف اليوم لنعترف بفضل ذاك الإنسان الذي اختزل صبر الأرض في قلبه فأنبت الحب والفضيلة، متغاضيا عن الزلات، محفزا للذوات ومفجرا للطاقات التي صنعت منا أناسا يبنون أمما ومفكرين يملؤون الدنيا عطايا وقادة يعتلون صروح المجد. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد الموقرة، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ محافظة شمال الباطنة المحترم، أصحاب السعادة، مديري عموم المؤسسات الحكومية والخاصة، أعضاء المجلس البلدي الكرام، مديري ومديرات مدارس المحافظة، المعلمون والمعلمات، أيها التربويون الأجلاء، مشاهدينا عبر قناة عمان مباشر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الاحتفائية التعليمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة، وهي من ضمن حملة شكرا معلمي التي أطلقتها محافظة شمال الباطنة خلال هذا العام احتفاء بيوم المعلم. ونحن نقف اليوم لنحتفي بهذه النخبة من قادة الضياء والنور لنشاطرهم الفرحة ونعيش معهم اللحظة. تقف كلماتنا عاجزة أمام بحرهم الزاخر وقبسهم الوضاء، فلا أطفأ الله نورا أنت مصدره، يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق، أيا معلم يا رمز الوفا سلمت يمين أهل الوفا يا خير من صدقوا. والآن نقف مع كلمة المديرية يلقيها مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة الفاضل الأستاذ حمد بن علي السرحاني. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد الموقرة، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظة شمال الباطنة المحترم،
أصحاب السعادة، أعضاء المجلس البلدي، التربويون الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطل علينا هذه الذكرى السنوية وهي تتزامن في عامنا هذا مع احتفالات البلاد بعودة المقدم السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله تعالى إلى أرض الوطن سالماً معافى. ومن أجل ذلك احتفلت مدارسنا بطلابها ومعلميها وبقية كادرها التربوي والإداري تعبيراً عن فرحتها بهذه المناسبة، وكلنا نلهج إلى الباري عز وجل في قدرته أن يحفظ باني نهضة عمان ويديمه قائداً وملهماً لها، وأن يمتعه بالصحة والعافية. نرحب بكم أيها الحضور في حفلنا البهيج الذي دأبت وزارة التربية والتعليم على الاحتفاء به كعادة سنوية محمودة، ونحن سعداء بهذا الحدث وبحضوركم الذي زان مكاننا وزادته تألقاً وقيمة. أيها الحضور الكريم، تعتبر هذه المناسبة من أهم المناسبات التربوية التي يتضمنها قاموسنا التربوي، فالمعلم يستحق كل هذا الثناء والتقدير، ولعله قليلاً في حقه لجهوده التي لا نجد لها ساحلاً نقف عنده. وما لقاؤنا هذا إلا خطوة في سجل صفحات التكريم المتواصل الذي نوليها عنايتنا، وهذا الالتزام يمثل إيماناً بجهود المعلم وطاقاته البناءة وعطائه المتواصل وسعيه الدؤوب ومكانته الحقيقية في المجتمع التربوي. وترجمة لذلك، فقد طالعتم جميعاً تفاصيل الحملة الإعلامية التي ارتست تحت عنوان التي ارتسمت تحت عنوان شكراً معلمي، وهي مبادرة تميزت بها تعليمية شمال الباطنة، سعت من خلالها إلى إزجاء الشكر والثناء للمعلمين والمعلمات من قبل مختلف عناصر المنظومة التربوية. وإلى جانب ذلك، فإن وزارة التربية والتعليم تولي هذا الأمر غاية اهتمامها، ولعل من أبرز المصاديق لذلك إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين الذي جاء في سياق تنفيذ توجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد أبقاه الله تعالى أملاً عندما أمر جلالته بمراجعة النظام التعليمي وتطوير آلياته ليكون تعليماً قادراً على تلبية احتياجات المجتمع من الكوادر البشرية المتخصصة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المركز في الارتقاء بالمستويات التحصيلية للطلبة والطالبات وتجويد مستوى أداء المعلمين. أيها المعلمون، أيتها المعلمات، إن متابعة جادة منكم لمختلف التطورات على الساحة التربوية
التي باتت تحمل كل يوم جديدا مفيدا هو أمر ننظر إليه بعين الاعتبار. ومن هنا ما تزال دعوتنا قائمة لكم بضرورة متابعة الصفحات التربوية عبر المنافذ الإعلامية الهادفة، فهي سلاح يحتاجه المعلم في وجه هذا الانفجار المعرفي والتكنولوجي المتسارع، وهو زاد يستعين به في مواصلة طريقه التربوي الذي يحتاج فيه إلى ما يعينه في الوصول إلى شاطئ الأمان. إننا نؤمن بأن لكم أيها المعلمون أيتها المعلمات أهمية في رسم تشكيلات اللوحة التربوية التي تزخر بالعديد من القيم والمبادئ التي يحتاجها أبناؤنا في هذا الزمان. نؤمن بدوركم في غرس القيم الجميلة وترسيخ العادات الصحيحة في عقول الطلبة ونفوسهم، ونؤمن بأن لكم مقدرة في تصحيح المسار غير المرغوب من السلوكيات والقيم والعادات والاتجاهات التي ربما تظهر بين الفينة والأخرى هنا أو هناك. فكلمة واحدة منكم تحيي سامعها، ونؤمل عليكم في غرس قيم الحب والتسامح والتآخي والمواطنة الصالحة التي هي واجب على عاتق كل عماني يعيش على هذه الأرض، وهذه من أبرز مهام المعلمين. وبذا يكون المعلم قد سطر أروع الأدوار في تأدية واجبه على أكمل وجه، كما أن متابعة التحصيل الدراسي والنهوض به وفق الخطط المرسومة هدف نرنو إليه جميعا ونجتهد في ترجمته جميعا ونتحمل أعباءه جميعا، إلا أن أدواركم الموصوفة بأنها عن كثب هي ما نعول عليه أهمية أكبر في اكتمال وجه الصورة التعليمية التي نقوم اليوم برسمها للأجيال القادمة. ومن هنا نناشدكم بذل المزيد من الجهد العلمي في هذا السياق التربوي، ونحن معكم صفا صفا، ونسعى دائما وأبدا إلى دعم المستوى التحصيلي بكل طاقاتنا وجهودنا وإمكاناتنا في مختلف دوائر هذه المديرية وأقسامها. وختاما نسجي كلمة شكر وتقدير لقناة عمان مباشر على نقلها لهذا الحدث التربوي، كما أن الشكر والتقدير موصول إلى اللجنة المشرفة على تنظيم وإدارة هذا الحفل، لا سيما أن اللجنة التي أعدت ولحنت وأشرفت على الأوبريت الذي يعبر أو الذي يعتبر تناغماً بين المناسبتين، عودة الأب التربوي القائد والفرحة في هذا البلد التي أنجبت وورثت العديد من العلماء. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد الموقر، الحضور الكريم، أيها المعلمون والمعلمات، تعجز الكلمات عن الترابط وتقف دون أن تمسك كل منها بالأخرى على أن
فيكم حقكم كاملة، ولكن لكم منا كل الدعوات والأماني بالتوفيق والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف للمعلم ما حييت مهابا، بالعلم والأخلاق قد بنيت له أمم، له كل القلوب تميل. في هذا الصباح نشيد وإياكم بجهود إنسان صنعنا وكافح لأجلنا وتحمل الكثير، هو مفتاح أي تقدم ومبدأ كل ازدهار، هو بداية العطاء وأيقونة النماء. إليك يا من نسج خيوط المعرفة، إليك يا مكمل ما جاء به الرسل، إليك يا ساعيا للسمو والرفعة، إليك يا من دعا لخدمة هذا الوطن، إليك هذا اليوم الذي يستحق منا وقفة مطولة أمامك لنضع يدنا بيدك ونبارك هذه الخطوات الحثيثة نحو تعليم أكثر جودة ومتعلمين أكثر إتقانا، معترفين لك بجهودك، معترفين لك بجهودك البيضاء في بناء المجتمع على جميع الأصعدة فكريا وثقافيا وأخلاقيا. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد الموقرة، أيها الحضور الكريم، مع أوبريت ملهم الأمجاد ننتقل فيه بين مشاعر صادقة وقلوب ناطقة، بين حروف عشقت الأمجاد، بين حروف عشقت الأمجاد فتحولت لنبض يستلهم كل الأمجاد. أبريت ملهم الأمجاد من كلمات عقيل اللواتي وطلال الزعابي، ألحان وتوزيع حسين الفيصل من مملكة البحرين، تصميم الاستعراضات الطلابية والملابس لأمين البلوشية وفاطمة الفزارية، تصميم العروض المصاحبة والجرافيك لأجنان البلوشية وسليمة الكحالية، المتابعة والإشراف لعيسى بن حميد الشبلي، الإشراف العام للفاضل المدير العام حمد بن علي السرحاني، السيناريو والإخراج للدكتور خالد بن راشد البلوشي. كونوا معنا الآن مع أوبريت ملهم الأمجاد بقلوبكم النقية وعواطفكم الندية. بدأت الحضارة باكتشاف النار والزراعة، فطور الإنسان أدواته لتوثيق ملاحظاته باكتشاف الكتابة، فعكفت النخب على إيجاد نظام لنقل المعرفة إلى الأجيال، فكانت المدرسة وكان المعلم، وكنت أنت الإنسان تسعى للتغلب على الصعاب. قد تأخذك احتياجاتك في عالم المال يوما ما لاستشارة خبير في المجال، فتجد من ساهمت في بنائه وتمكينه على مدى السنين أخذ شكلا متطورا من لبنة أولى أتيح لها فرصة التعلم بكفاءة لتبدع. وبينما يبحث وينتج هذا في الأرقام وطاقتها وقيمها، يبحث آخر في تحسين ظروف الحياة والرعاية
وإنعاذ الأرواح، فيستمر في إسعاد نظرائه. ذلك في حد ذاته إبداع عمل على توفيره بين أيدي الآخرين، فيعطي ويأخذ بتكامل لطيف. ولولا تلك العملية النبيهة في توظيف العلم وتفتح المعرفة لاندثرت الحضارة وضاع النظام البشري، لكنها ما زالت تؤدي ثمارها في مختلف العلوم. فازرعوا واصبروا ولا تيأسوا من أبسط الاحتمالات، فرب زرع وصلته ومضة نور شق بها نحو السماء.
يسمو بها الإيمان وأنا أتعلم في البلاد.
نحكي لكم عن قصة يوناس، قوموا اسمعوها وارفعوا هالراس. قصة رجل صاحب وفا ونوماس، قصة رجل صاحب وفا ونوماس.
كنا نجدد من شمال الباطنة يا أبي عهد الوفاء فعيننا له حاضنة يا أبي تبقى عمان في حماكم آمنا يا أبي تبقى عمان في حماكم آمنا كم أسمع الدنيا تهنى
للنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحصدونه. أيها الجليل، هنيئاً هنيئاً لك هذه المكانة التي فضلت بها كما فضل القمر على سائر الكواكب. فأنت المورد العذب لكل ظامئ، والموئل الآمن الذي يحتضن كل من أتعبته الحياة. الآن نقف مع التكريم وندعو صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد الموقرة لتكريم هذه النخبة المباركة. أولاً، فئة مديري المدارس ومساعديهم الذكور، الأستاذ علي بن حسن بن عبد الله البلوشي، الأستاذ حسن بن راشد بن خميس الحوسني، الأستاذ سالم بن محمد بن سليمان السعيدي، علي بن ناصر بن علي المعمري، عبد العليم بن عبد الرحمن بن أحمد آل الشيخ، سالم بن ناصر بن سرحان الريسي، ناصر بن عبد الله بن سلمان العجمي، زايد بن حميد بن فريش الريسي، عدنان بن عبد الله بن علي البريكي، الدكتور علي بن عيسى بن علي المعمري، سعيد بن خليفة بن الحاج الجابري، عبد الله بن علي بن عبد الله الشبلي، حسن بن علي بن إبراهيم البلوشي، محمد بن عبد الله بن مبارك البادري، محمد بن ماجد بن أحمد المرزوقي، علي بن المر بن سعيد السعيدي، داود بن حسن بن علي آل علي، أحمد بن عبد الله بن حميد الفطيسي، محفوظ بن حسن بن حمدان الشيزاوي، فيصل بن سعيد بن سالم السعيدي، سعيد بن خميس بن سعيد اليحمدي،
خالد بن علي بن خميس المعمري. علي بن اسماعيل بن محمد البلوشي. طناف بن عاجب بن حسن السعدي. صالح بن محمد بن خميس المقبالي. ناصر بن أحمد بن محمد البلوشي. عمر بن محمد بن قاسم الأنصاري. سالم بن خلفان بن محمد السعيدي. حمود بن سالم بن سيف آل عبد السلام. عبد الله بن جمعة بن راشد الشحي. سالم بن خلفان بن سالم الزعابي. سالم بن عامر بن سعيد العيسائي. خالد بن الخضر بن مبارك الرديني. صالح بن خميس بن محمد الزعابي. عبد الله بن أحمد بن محمد السعيدي. ماجد بن حارب بن سالم العلوي. سالم بن سيف بن حميد السعيدي. خليفة بن سالم بن عبد الله المكتومي. سليمان بن حميد بن سالم القريني. إسحاق بن عبد الله بن إسحاق العجمي. يعقوب بن راشد بن محمد البلوشي. يوسف بن عبد الله بن سيف الشيدي. سيف بن أحمد بن مصبح المسعودي. حمد بن سعيد بن حمد المقبالي. فاضل بن علي بن ناصر الخنبشي. سالم بن حميد بن سالم الشبلي. عبد الله بن علي بن نصيب المعمري. أيمن بن سعيد بن محمد الشيزاوي. سليمان بن مبارك بن حميد الروشدي. ماجد بن خلفان بن سعيد المقبالي. عيسى بن إبراهيم بن جمعة البلوشي.
عبيد بن مكتوم بن عبيد الجابري. سعيد بن أحمد بن عبد الله الشبلي. سيف بن حمدان بن سالم الحسني. علي بن هاشل بن جميل المنعي. عمر بن محمد بن عبد الله الرواحي. سيف بن محمد بن حمد السناني. خالد بن خميس بن جمع الهنداسي. خالد بن سعيد بن عبيد العبري. أحمد بن راشد بن علي الفزاري. خالد بن درويش بن مال الله الشحي. أحمد بن حمد بن سليم الجهوري. ياسر بن خميس بن سيف الجهوري. صالح بن سالم بن سليمان الفارسي. عبد العزيز بن راشد بن سعيد الدهماني. محمد بن حمد بن مبارك الراشدي. طالب بن هلال بن سالم السعيدي. علي بن أحمد بن عبد الله البلوشي. فهد بن سعيد بن محمد العبري. سعيد بن سيف بن سليمان الهنائي. خلفان بن حمير بن راشد المقبالي. عامر بن محمد بن سيف العبادي. عبد الله بن صالح بن حارب البريكي. سالم بن محمد بن عبيد المعمري. صقر بن سعيد بن خلفان المعمري. عبد الرحمن بن خليفة بن حميد الجهوري. سالم بن محمد بن سليمان الجهوري. سعيد بن راشد بن سعيد القطيطي. هشام بن جابر بن سعيد الكحالي. أحمد بن سيف بن راشد المزيني. عبد الله بن محمد بن عبيد المعمري. سالم بن تيسير بن مطر الرحيلي.
عبد الله بن خميس بن راشد القطيطي. حامد بن مصطفى بن حامد الشافعي. عزان بن سعيد بن محمد المكتومي. ناجي بن راشد بن ناجع المقبالي. أحمد بن درويش بن سعيد البلوشي. حمد بن خميس بن حمد الغيثي. فهد بن سليمان بن حمد السعيدي. محمد بن علي بن حسن العجمي. ناصر بن محمد بن راشد الغيثي. سلطان بن مصبح بن حميد المقبالي. علي بن عبد الله بن حمد الفضيلي. يحيى بن عبد الله بن سعيد الجابري. حمد بن راشد بن سعيد الشبلي. خليل بن إبراهيم بن إسماعيل البلوشي. أحمد بن سلطان بن سيف المزيني. علي بن سليمان بن عبد الله البندري. عبد الله بن خلفان بن محمد الفتحي. حمد بن راشد بن سعيد البريكي. محمد بن حمد بن راشد الزعابي. محمد بن عبد الله بن حمدان البادي. عبد المجيد بن راشد بن علي الهندي. أحمد بن سالم بن سيف السعيدي. فاضل بن علي بن محمد المعمري. ناصر بن بريك بن بخيت المخمري. خالد بن جمعة بن علي المعمري. أحمد بن ثاني بن هديب الجبوري. كيفن مارك بادرز. مصعب بن صالح بن عبد الله الحوتني. الحسين بن إبراهيم بن عبيد الخنبشي. سالم بن راشد بن سالم الغيثي. خالد بن علي بن أحمد الكمشكي. شكرا يا رب.
جهاد بن خميس بن علي الزعابي. علي بن راشد بن علي الحسني. إبراهيم بن أحمد علي السعيدي. إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم البلوشي. سالم بن خميس بن سالم آل عبد السلام. شامس بن حميد بن حمد البادي. سعيد بن عبد الله بن سيف السعيدي. محمد بن سليمان بن محمد العلوي. عبد الله بن خميس بن سليمان المكتومي. حمد بن خميس بن علي الخروصي. ناصر بن سليمان بن سيف اليحيائي. حمد بن حمدان بن خلف المكتومي. عبد الله بن فيروز بن خادوم الحسني. جمال بن سليمان بن حمد المعمري. عبد الله بن حمد بن راشد المقبالي. وعلي بن عبد الله بن طالب الصولي. فئة مديرات المدارس والمساعدات: فاطمة بنت محمد بن سعيد البلوشية، ضنينة بنت سعيد بن سالم الخروصية، علياء بنت عبد الله بن حمود القنوبية، نورة بنت صالح بن سعيد البداعية، بدرية بنت محمد بن حاتم البلوشية، شمسة بنت عبد الله بن علي البلوشية، خالدة بنت سعيد بن علي المعمرية، أسماء بنت محمد بن عبيد السعدية، فاطمة بنت خصيب بن حميد السعيدية،
شريفة بنت عبد الله بن سالم الحسنية. حسناء بنت سالم بن سعيد المعمرية. فخرية بنت راشد بن سالم الغيثية. خصيبة بنت راشد بن سعيد الروشدية. أصيلة بنت محمد بن بخيت المعمرية. رقية بنت ثاني بن سويلم السعدية. نجاة بنت سالم بن سعيد العواجية. عائشة بنت عبد الله بن حمد البريكية. سارة بنت موسى بن محمود البلوشية. كاذية بنت سالم بن علي البحرية. حليمة بنت حميد بن محمد العجمية. عائشة بنت راشد بن علي الحامدية. مريم بنت لاحق بن سليم البريدعية. عواطف بنت سعيد بن خميس الغافرية. ثريا بنت سعيد بنت علي المعمرية. نعيمة بنت شنان بن نافع البوسعيدية. عائشة بنت مرهوم بن سعيد السعيدية. عائشة بنت سعيد بن محمود البلوشية. موزة بنت راشد بن محمد السعيدية. سلوى بنت درويش بن الحاج الزجالية. نورة بنت حمد بن راشد السعيدية. خميسة بنت سالم بن عبد الله النعيمية. عائشة بنت خميس بن علي المزروعية. موزة بنت علي بن مصبح العويسية. نوال بنت علي بن سالم المعمرية. موزة بنت خميس بن عبيد الكحالية. أمل بنت خميس بن سعيد المخمرية. شمسة بنت خلفان بن سالم الشافعية. فاطمة بنت سيف بن بخيت السعيدية.
خولة بنت خليفة بن عبيد السعدية. أسماء بنت سيف بن سليمان الشامسية. مريم بنت حميد بن سالم العبرية، بن سالمين العبرية. عائشة بنت عبد الله بن أحمد السعدية. ابتهاج بنت جعفر بن محسن آل رحمة. خولة بنت إبراهيم بن محمد المياسية. فاطمة بنت محمد بن جمعة المسعودية. ماجدة بنت عيسى بن سيف الصالحية. ريم بنت محمد بن صالح الحوسنية. هدى بنت خلفان بن مسعود البلوشية. بدرية بنت خليفة بن عبد الله المشيفرية. صنعة بنت حمد بن هلال السعدية. خديجة بنت عبد العزيز بن محمد الشيزاوية. منى بنت عبد الله بن محمد الجابرية. مريم بنت عبد الله بن حنظل المزروعية. آمنة بنت ناصر بن محمد الربيعية. حليمة بنت علي بن ضحي العمرانية. بدرية بنت ناصر بن هلال المعمرية. فاطمة بنت خلفان بن حمدان المقبالية. أسماء بنت زاهر بن خميس الحوسنية. حنان بنت علي بن عبد بن راشد الريسية. آسيا بنت سعيد بن صالح البلوشية. ليلى بنت خميس بن مراد البلوشية. موزة بنت محمد بن شنين الفزارية. محفوظة بنت حمدان بن خلفان السعيدية. شيخة بنت هلال بن جميل القرينية. مريم بنت سالم بن جمعة الأمريكية. نادية بنت سالم بن جميل القرينية. شمسة بنت ذيبان بن علي الفزارية. زينب بنت خلفان بن عبد الله المعمرية. منى بنت محمد بن سيف الكندية. منى بنت غانم بن حميد المعمرية. عائشة بنت أحمد بن إبراهيم القاسمية. أميرة حمدي عبد الظاهر الغريب. حليمة بنت خلفان بن علي القاسمية. باسمة بنت سعيد بن سالم الزيدية. مريم بنت سعيد بن راشد المقبالية.
عالية بنت راشد بن حميد الحوسنية. غنيمة بنت علي بن محمد المعمرية. رحمة بنت خصيف بن حميد الرشيدية. سمية بنت سالم بن حمد الغيثية. سامية بنت سيف بن عبد الله الهنائية. عاطفة بنت خميس بن سعيد القاسمية. هبة بنت سعيد بن علي الحمدانية. فتحية بنت سعيد بن حمدان السعيدية. منى بنت راشد بن خلفان الشامسية. فوزية بنت مطر بن خادم الغدانية. نوال بنت علي بن سيف الجابرية. رحمة بنت علي بن سيف البوسعيدية. مريم بنت ربيع بن سالم الجابري. رقية بنت ناصر بن علي الزعابية. عائشة بنت عبد الله بن سالم الجابرية. مريم بنت إبراهيم بن حسن البلوشية. نشوى عسكر محمود عميرة. سميرة بنت علي بن حمد الكثيرية. صالحة بنت عبيد بن عيسى المرزوقية. نورة بنت سعيد بن حميد البريكية. زليخة بنت صالح بن إبراهيم البلوشية. آمنة بنت باقر بن عبد النور الفارسية. بدرية بنت مصبح بن سعيد الحجرية. علياء بنت محمد بن علي السعيدية. إستر نصيف مينا نصر. فاطمة بنت سعيد بن سيف الخوالدية. ضبية بنت حمد بن محمد اليحيائية. بدرية بنت جمعة بن حسن المقبالية. أصيلة بنت هاشل بن زايد القطيطية. عائشة بنت محمد بن يوسف المياسية. فاطمة بنت سعيد بن حميد البلوشية. شيخة بنت ناصر بن بخيت الربيعية. أماني بنت محمد بن خلفان الغسانية. شيخة بنت سالم بن علي المعمرية. جواهر بنت محمد بن سليمان الشقصية. شمسة بنت حمد بن حميد البوسعيدية. أمل بنت عبد الله بن سالم آل عبد السلام.
اليازية بنت محمد بن عبد الله الروشدية، أمل بنت سليمان بن حمد الكيومية، فخرية بنت خلفان بن عبد الله اللمكية، هاجر بنت عبد الرحمن بن غلوم البلوشية، أسماء بنت عبد الله بن يوسف البلوشية، موزة بنت حمد بن ناصر البريكية، عائشة بنت سلطان بن سالم الحبسية، غنية بنت سالم بن سليمان البريكية، منى بنت محمد بن صالح العطار، أسماء بنت سعيد بن عبد الله الخروصية، خولة بنت عبد الله بن حسن المقبالية، شمسة بنت سالم بن سليمان الجهورية، وفاء بنت سعيد بن سالم السعدية، ميمونة بنت خالد بن منصور النعمانية، سامية بنت هاشل بن عبد الله المخمرية، أمينة بنت خلفان بن مفتاح البلوشية، لطيفة بنت موسى بن جميل البريكية، فاطمة بنت محمد بن حميد السعيدية، سناء بنت ناصر بن هلال المعمرية، سالمة بنت سعيد بن عبيد العبرية، أمينة بنت إبراهيم بن محمد المقبالية، رجاء بنت علي بن سعيد المقبالية، سامية بنت عبد الله بن سالم المقبالية، زوينة بنت علي بن محمد الفزارية، شمسة بنت عبد الله بن سالم آل عبد السلام، غنية بنت علي بن سعيد المعمرية، شيخة بنت علي بن راشد الحسنية، روية بنت ناصر بن سعيد العمرية، سامية بنت حميد بن ناصر الخالدية، مريم بنت محمد بن سعيد البلوشية، سميرة بنت راشد بن سعيد العميرية، زينب بنت محمد بن حسن العجمية، نبيلة بنت علي بن سعيد الشحية، جوخة بنت يوسف بن غلوم الفارسية، هبة حسن محمود، أنيسة بنت عبد الله بن مرهون البحرية، أنيسة بنت راشد بن عبيد الشهومية، وضحة بنت سالم بن محمد الراجحية، تهاني بنت صربوخ بن عبد الله الحوسنية،
آمنة بنت حمد بن يوسف الوشاحية، موزة بنت حمدان بن سيف البوسعيدية، أميرة بنت عبد الله بن عبد النور الفارسية، أنعام بنت قاسم بن محمد الأنصارية، منى بنت حسن بن علي العجمية، مريم بنت سعيد بن خميس آل عبد السلام، بثينة بنت راشد بن سيف المعمارية، نعيمة بنت خلفان بن سالمين المعمارية، أحلام بنت عبد الله بن محمد العطار، ميساء بنت خميس بن ناصر السعدية، سميرة بنت راشد بن سلطان العمرانية، وضحة بنت سيف بن محمد السعيدية، سلمى بنت علي بن سالم المقبالية، شيخة بنت حمد بن سليم الكلبانية، مريم بنت حمد بن راشد البلوشية، هاجر بنت عبد الله بن سالم الوشاحية، آسيا بنت سالم بن حمود الشبيبية، زيانة بنت محمد بن سليمان الكيومية، زيانة بنت حمد بن حميد البوسعيدية، رحمة بنت شعبان بن بطي العجمية، مريم بنت محمد بن علي الفارسية، صالحة بنت سليمان بن مراد البلوشية، فخرية بنت سالم بن أحمد العدوانية، هدى بنت محمد بن مطر الجابرية، فاطمة بنت ناصر بن محمد الجابرية، زمزم بنت إبراهيم بن سيف العجمية، أميرة بنت عبد الله بن سالم المكتومية، عزيزة بنت محمد بن راشد البلوشية، إيمان بنت عبد الله بن سليمان السابعية، نورة بنت محمد بن سالم الجابرية، شيخة بنت عبد الله بن سالم المقبالية، شريفة بنت عبد الله بن حسن الشيزاوية، مريم بنت سعيد بن غالب العامرية، والآن تتشرف المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة لتقديم هدية تذكارية لراعية حفلنا. دمت يا نبراس العقل والروح، دمت طائرا يرفرف في سماء دنيانا، دمت حاملا لرسالة العلم في كل محفل وساحة، بل في كل لحظة وساعة. وقبل الختام نتوجه بالشكر الجزيل للمدارس المشاركة في هذا الحفل: مدرسة هند بنت المهلب، تبوك للتعليم الأساسي، بلقيس، عبد الله بن بشير، رياض العلم، ونعيم بن مسعود، والمدربون أحمد اللاهوري، مريم آل عبد السلام،
فاطمة البلوشي، أمان اليحمدي، نعيم العسائي، جميلة البلوشي، إدارة المسرح محمد المقبالي وصالح المقبالي، الدعم الفني سالم الكندي، مبارك العموري. ختاما شكرا عميما، شكرا لكل من تعلمت منهم أبجديات الحروف الأولى، شكرا لمن فهمت منهم لغة العالم الأولى، شكرا لمن تعلمت منهم مكارم الأخلاق وعظمة الثقافة وقوة الاعتزاز بالدين والوطن. إلى كل هذه الأرواح لكم كل شكري وامتناني، لكم كل تقديري واعتزازي. بوركت مساعيكم أينما حللتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ندعو حضورنا الكريم لتناول وجبة الغداء.